واللي كتب بعد هزيمة فريقه في المباراة قدام الأهلي: كان شرف لينا نلاعب الأهلي في أول مباراة لينا في كأس العالم للأندية، حظ سعيد. وبمناسبة البوست ده، في الحقيقة لازم أقول وأكد أنه الأهلي يا جماعة فعلاً في حتة تانية. الأهلي يا جماعة شرف لأي حد في العالم، شرف لأي حد في العالم أنه يلعب قصاد الأهلي. وده مش كلام نحنا، لا ده كلام كل الأندية سواء كانت عربية إفريقية أو حتى العالمية عن الأهلي ومكانته العظيمة. نروح بقى للصورة التانية معانا النهاردة، واللي هتكون من نصيب نجمنا حسين الشحات. حسين الشحات اللي عادل بهدفه اللي سجله في مباراة أوكلاند سيتي رقم أساطير كرة القدم ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو وجارث بيل، بعد ما نجح في تسجيله في ثلاث نسخ مختلفة في بطولة كأس العالم. الهدف الأول كان مع العين الإماراتي في 2018، الهدف الثاني كان مع الأهلي واحد في نسخته 2021 والثاني في النسخة دي. بنبارك لحسين الشحات لدخوله في القائمة مع أساطير كرة القدم والإنجاز الكبير اللي حققه كأول لاعب مصري وعربي وإفريقي يحقق الإنجاز ده، وإن شاء الله يتخطاه ويكسر الرقم ده وأرقام تانية كتير بتيشيرت النادي الأهلي. خلصت فقرتنا، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم.